السلام عليكم. عليكم السلام، عامل ايه؟ عامل ايه يا عمنا؟ الحمد لله والله الحمد لله. ايه ده جو حر؟ جو حر يا حريره. امر مريره سر كبير في اصل الازمير. ايه الحر بيخلي واحد يقول الكلام مع محمود. جو حر، جو حر، جو حر، الدنيا نار ومفيش امر من الانتحار. ايوه ده حكايه كامله قوي. طريق لا يا باشا، على الدماغ، على الدماغ. طريق طويل والامل قصير، وكنت هتينا اميره واسمها صغيره وعندها السهاره، هي تهجير وحاره. تمنينا صح. انا من كعبيش. كعبيش؟ كعبيش. كعبيش دي في الهرم، رجالة كعبيش ادخل وعيش. انت شبه مارادونا على فكرة بتاع الكورة. حبيبي والله. محدش قالك انت شبه مارادونا؟ لا بصراحة. ازاي بقى انت كده مالكش في الكورة بقى؟ مارادونا بيلعب في انجولا. مارادونا بيلعب في انجولا؟ دلوقتي محترف في الجونة. والله بيلعب حارس مرمى باك شمال. عايز تشتغل ايه؟ بتشتغل ايه؟ انا؟ انا فني ذكور. ايه يا باشا؟ فني ذكور. يعني ايه نجار انت؟ هتحول فني ذكور يا عم. انا عم شعرف عن ايه فني ذكور عم. انت بتحور حويرة لان الدنيا حر حريرة، بتحور حويرة. انت ايش عاك ايه بقى؟ انا اسمي محمود. محمود ايه ده يا محمود؟ انت اسمك ايه بقى؟ اسمي علي. مش عارف اسمك ولا ايه يا عم؟ لا ما عندي اصل عندي اسمين، اسم دلع واسم حيف. علي ده اسم في المتوى، بيدلعوا لي يقولوا لي يا هولاكو. هولاكو؟ هولاكو عشان انا دايما هم في المنطقه عندنا بنسميني هولاكو جنكيز خان. عشان جنكيز خان كان جدي، يعني جنكيز خان كان جدي وكان بيحب شجرة الدرة. يا عم في ايه؟ عشان جعان جعان. افتح لك ايه؟ افتح بيه، افتح بيه، افتح بابلون، افتح بابلون. افتح لك ال افتح بالراحة، افتح بالراحة. هسيب دي، هدي هدي هدي، هتعاد مية، هتعاد مية. ايه ده يا عم؟ هتعاد هتعاد مية. بتاع ايه دي؟ هذا ايه؟ ايه يا عم؟ هات هات هات، مش ليش مش ليش مش ليش، هات هات. ايه يا عمنا؟ يا عم راح لله فعلا. ايه؟ ده عمايا، ده عمايا. ايه يا عم؟ ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ ايه يابا ده؟ يا رب ده بس يا عم، واحد الله، واحد الله. في ايه بس؟ في ايه يا عم؟ في ايه بس؟ اهدى بس. اهدى يا عم، اهدى بس. اهدى يا عم، اهدى. في ايه يا عم؟ اهدى. طيب في ايه بس؟ مين اللي فكه؟ مين اللي فكه؟ فك مين يا عم؟ انت فكيته ليه؟ فكيته ازاي؟ بس كده يا جماعه. بس طب اهدى بس يا عم، انا مش عارف. هو قال لي اهو افتح الدرج، وبعد ما قال لي افتح الدرج يا عم. اهدى بس. في ايه ده يا عم؟ ايه ده؟ ايه يا عم ده؟ اسكت خالص يا عم. ايه ده؟ اسكت. ايه اللي انت بتعمله؟ اسكت اسكت اسكت. ايه اللي انت بتعمله له ده؟ انت ايه؟ هو كلب بتربطه يا عم؟ بس ايه يابا ده؟ بالراحه بالراحه يا عم. بس في ايه؟ يا نهار ابيض. بس يا عم اهدى. ايه ده بس؟ هو ماله؟ طيب النوبه الكبيره. ماله ايه نوبه كبيره؟ ايه النوبه الكبيره يا عم؟ استنى ايه نوبه ايه يا عم؟ انت ربطت له ايه؟ ليه انت ربطت له ده؟ النوبه الكبيره يا عم. انت عارف الكل اللي انت ربطت له ده؟ بس ايه ده بس يا عم؟ في ايه بس؟ وحد الله. طيب في ايه؟ بس يا عم روق بس كده اهو. روق. ربنا يستر عليك. ده ايه اكمل ولا ايه؟ انا اوصلك. حاضر حاضر. وايه ده؟ هسيبك هسيبك هسيب كل حاجه. سيب ايه طيب؟ عايز اني اسيب؟ انا ولا مش بضايقك، مش بضايقك والله العظيم. انا بس تعبان شويه يا عم. انا بتضايقني ولا حاجه؟ بس انا مش عارف. انا مش عارف يا رب. اليوم ده اليوم انا من ساعه ما اصطبحت بخالد وانا عارف. طب بقول لك ايه طيب؟ ما تنزلني طبعا على اي جنب. نزلني على اي جنب الله يبارك لك والنبي. على اي جنب كده ونزلني يا عم. حاسب يا عم هتعورنا يابا. الله يبارك لك. بقول لك ايه؟ نزلني
يا اله الا الله يا جدعان. يا عم في ايه يا عم في ايه بس؟ لا لا يا عم طب اهدى بس. في ايه يا عم؟ وحد الله يا عم. لا اله الا الله يابا يابا الله يبارك لك. طب افتح الباب نزلني كده ولا ايه يا عم؟ يا عم الله يبارك لك. في ايه؟ طب نزلوا؟ ها رد.